موقع جديد وتحديات جديدة باسم الكوميونيتي بطل راح تمديك انك تاخذ في بوكس واشياء مجانية مثل السبرة وهدايا راح تكون ان شاء الله فاتحة معنا خلال الايام القادمة. فلا تنسى تكمل المقطع للاخر لحتى تعرف كيف بدك تشارك بهي البطولة الجديدة وتحصل في بوكس واشياء مجانية. وطبعا بدي اياك تشير هذا المقطع مع اصدقائك صفيان 500 ونوصل ل 20000 مشترك. طبعا كل هذا راح يصير من ورا دعمكم. بتشكركم يلا ما صف اشياء ل 20000. لا تنسى تحط لايك للمقطع ليوصل لكل مكان ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطاولة الارضية وفيديو جديد. مبدئيا يا شباب خليني اشرح لكم عن الموقع مشان الناس ما تكتب لي مثل الايام الماضيه وقت كان في نفس هذا الموضوع كتبوا لي انه هذا الموضوع هكر وكله كذب بكذب يعني وما ربحت شيء. مبدئيا هذا الموضوع عم تطلقوا شركه فورتنايت عم تعمل موقع وتعمل شيء اسمه كوميونيتي بطل بين ناس وستريمر مثل ما كانوا عاملين ايام زمان مثل وقت كان في ستريمر العرب مثل فريق شونغ ومثل وقت كان في فريق الثاني كان في فريقين عربيين سعوديين على المدى الايس عاملين بطوله بنفس الموضوع ولكن هالمره بفريق اجانب. هلا رح اشرح لكم هذا الموقع بشكل كامل وكيف تشارك فيه. هذا الموقع رح تخليك انك انت تدخل عليه وتسجل وتاخذ نقاط وتحصل في بوكس ولكن لازم تجيب مراكز عاليه. انا اخذت في بوكس من نفس الموقع ونفس البطوله ولكن تبع البطوله العرب وانا حصلت فيها في بوكس والموضوع حقيقي لو مو حقيقي ما بنزله عندي بالقناه. بعتذر عن المقدمة الطويلة وخلينا نحكي عن الموقع بشكل عام. مبدئيا الموقع موجود تحت الرابط بالوصف، كل عليك انك انت بتدخل عليه وبعد ما بتدخل عليه بيطلع لك هذا المنظر الموقع مثل مزار امامك باللون الاخضر وموجود عندك شوية قواعد وشوية اشياء لازم تعملها. مبدئيا اول شيء تعمل جوين باللون الاصفر وبيقول لك لما تستخدم الاكونت تبعك لازم تكون عم تستخدم الاكونت اللي انت بتلعب فيه، لازم تستخدم الاكونت نفسه اللي انت بتلعب فيه، يعني بتلعب بهذا الايميل نفسه وبتحطه. تعمل لوجن اللي انت بدك تلعب فيه طبعا سواء على ايبك سواء على جوجل سواء على البلاي ستيشن، اي شيء كان ما بتفرق، انا عندي واصله وخالص، بتعمل له سماح وبتدخل وبتسجل الموقع تبعك وخلص هيك انت تمام وضعك. بعد ما تسجل بالموقع تبعك وبتفوت كل عليك انك انت هون بقى تختار احد الناس اللي ظاهر امامك اللون الرمادي تقدر تدخل عليها واللون الثاني بتقدر تدخل عليه، فانت شوف اللي بدك اياه وادخل عليه. مثلا خلينا نختار مع بعض اي فريق، والله محتار مين هاي الناس كلياتها اصلا، حياتي ما شفت هيك ناس انا يعني ما بعرف. خلينا نختار اي شخص، مثلا نختار هدول الشابين نعمل عليهم جوين، وبعد ما بتعمل جوين بيقول لك انك انت لازم تختار الفريق ما تقدر تتراجع عن اختياره. مجرد ما انك انت تعمل جو هوم بيقول لك انه انت كل 24 ساعه رح ينزل عنا تحديات جديده ورح تمحى التحديات القديمه. خلاص هون احنا فهمنا اول شيء انه انت اول شيء لازم كل 24 ساعه بيخلص عندك تحدي جديد وبيطلع لك تحدي جديد. تعمل جو خلاص هيك انت تمام وضعك هون بالسليم، دخلنا على الموقع وسجلنا بالايميل اللي بنلعب فيه. مبدئيا شو موجود فوق بالموقع؟ مبدئيا موجود فوق بالموقع المركز الاول بياخد 800 في بوكس والمركز الثاني بياخد 400 في بوكس والمركز الثالث بياخد 200 في بوكس. طيب شلون رح يتقسم هذا الموضوع؟ انا رح اشرح لكم اياها بشكل كامل. وهون مكتوب انه الدايلي او التحديات اليومية رح تكون متوفرة يوميا مثل مظاهر امامك، والشغلات الثانية اللي هي رح تكون متوفرة البوينت من 29 ليوم 30. هيك معنا نحن بالنسبة للبوينت والاشياء اللي عم تصير معنا والاضافات. مبدئيا اول شيء بيكون عندك تاسك او بيكون عندك مهمة. تاسك 1 او المهمة الاولى بيطلب منك انك تجيب 3 كلات باي مود كان لحتى تاخد 1000 بوينت. تمام لحد الان. طبعا رح يكون معنا 2 تاسك و3 تاسك و4 تاسك، رح يكون معنا كثير مهمات مظاهر امامك والمهمات ما بتبين غير لحتى يخلص وقتها او لتبلش وقتها. بيقول لك انه بعد كم ساعه تحت باللون هون كم ساعه رح تفتح. مبدئيا التاسك الاول بيطلب منك انك تقتل 3، ولو ما عرفت انت اكتب لي بالديسكورد وانا بكتب لك على المهمه الثانيه. انا ان شاء الله كل يوم رح ننزل المهمه على الديسكورد، واذا بدك اكتب لي هنيك او ترجمه بيخلص معك الموضوع بكل بساطه. هيك احنا فهمنا التحديات وفهمنا نظام البوينت. طيب هلا نحن الفريق اللي دخلنا عليه شو بدنا نستفاد منه؟ هلا بقى بدنا نعرف مين الفريق او قديش البوينتات اللي احنا لازم نجيبها او اللي عم نجيبها بالنسبه للفريق وكيف رح نحصل الفي بوكس. قبل ما اقول لكم عن الفي بوكس خليني اقول لكم على السبري. بالنسبه للسبري هون بيقول لك انك انت مجرد ما تخلص اول تاسك رح تاخذ هذا السبري بشكل مجاني. هذا السبري اللي ظهر امامك مجرد ما تخلص اول مهمه رح تاخذه بشكل مجاني، هذا هو اللي انت رح تقدر تاخذه. بالنسبه للليدر بورد بتفوت على الليدر بورد اللي ظاهر امامك فوق، هون بقى بيورجيك الفرق اللي انت مشارك فيها او اللي هي مشاركه بشكل عام وقديش التوبات تبعها. يعني انا مثلا مشارك بهذا الفريق اللي باسم الجي دبليو اس جينتس، ما بعرف مين هدول اصلا او مين الشابين اللي عم يلعبوا هن الاثنين هدول كونر والثاني ما بعرف مين هن اصلا،
هلا هون بالنسبة لهذا التوب أنا جايب بالفريق تبعي توب 15، يعني نقاطنا كلياتها 695,000. بالنسبة للفي باكس لازم تكون من الفريق الأول والثاني والثالث، يعني لازم تكون من أول 3 فرق. مثلا هذا الفريق آخر 2 مليون بوينت، يعني هذا الفريق فعليا لو ركز حاله وظل مصمم وعم يلعب لح ياخذ ال 2 مليون بوينت ويزيد أكتر وأكتر، وكل الناس اللي عم تلعب بهذا الفريق لح تحصل الفي باكس، يعني كل الناس اللي عم تلعب بهذا الفريق التوب أول لا تحصل اول مركز بالنسبة للفي باكس، والناس اللي بالفريق الثاني لا تحصل المركز الثاني للفي باكس، والناس اللي بالفريق الثالث لا تحصل الناس الثلاثة او التوب الثالث بالنسبة للفي باكس. طبعا البطولة ما حتخلص بيوم وليلة، البطولة لسه مطولة ومعك 60 دقيقة لحتى يتعدل هذا البورد وتشوف انت بالنسبة للتوبات وبالنسبة للنقاط. هيك بالنسبة لكيف تعرف التوب تبع الفريق تبعك وكيف رح تقدر تحصل الفي باكس من الفريق اللي انت شاركت فيه. انا الفريق اللي شاركت فيه هذا اللي ظهر امامكم الجي دبليو اس، انت حاول تشارك بالفريق اللي اسمه ريتشموند تايجرز، هذا يمكن هيك اسمه بالنطق، حاول تشارك بهذا الفريق لانه هذا الفريق شكله معرق الف وكتير صلوا زمان متصدر بالبطولة. هي بالنسبة للبروفايل تبعك وبالنسبة للليدر بورد، وهي كل النصائح انا بقدر اقلك عليها. وكل يوم تدخل على نفس الموقع شوف التاسك او شوف المهمة مثل مزارع مامك، هي هون المهمات بتلاقيها كلياتها، ومجرد ما انك انت عم تلعب رح تساعد الفريق تبعك يعلى. يعني لا تشوف انه انت الفريق تبعك هيك انه خسران وتفقد الامل، لا خليك عم تلعب بشكل عام لحتى تقدر تحصل التاسك وتحصل المهمات بشكل عام وتساعد الفريق تبعك يرفع اكتر واكتر. السبري رح يكون بشكل مجاني مجرد ما تخلص اول تاسك او اول مهمة، وبالنسبة للتحديات بتلاقيها هون بشكل عام بالنسبة لجميع التحديات. هاي بالنسبة للليدر بورد مثل ما قلت لكم رح يكون الفريق تبعك هون موجود، وبالنسبة للبيرسونال هاي ما بعرف شو هي، رح تفتح يوم 29/1، خليك عم تشيك على هذا الموقع كل شوي. وبالنسبة للجنرال كمان خليك عم تشيك يوم 29/1، يعني كل كم ساعتين ثلاثة فوت شيك على الموقع شوف بالنسبة للتحديات. هاي جميع الفرق الموجودة هون لحتى انت تقدر تشارك فيها وتعرف مين هن الفرق اللي انت حابب تشارك فيها. الفريق اللي كسبان اكتر شي باسم ريتشموند تايجرز، هذا ما بعرف اذا نطقت اسمه صح، هذا الفريق هو الاول وكاسب دائما، ففوت مع هذا الفريق. طيب بالنسبة للفي باكس رح نشوف انت رح نقدر احنا نستلم الفي باكس بشكل عام، وندور هون بالنسبة للاسئلة اللي شركة ايبك جيمز بتقترحها واللاعبين رح يحكوا عليها. بالنسبة للفي باكس تبعك هتحصل المركز الاول مثل ما حكينا 800، والمركز الثاني 400، والمركز الثالث 200 للفريق كلياته. يعني الفريق اللي انت مشارك فيه لو جاب التوب الاول او الثاني او الثالث كل الفريق كل اللاعبين لو حتى كانوا مليون لاعب رح يحصل في باكس بشكل كامل. طيب بالنسبة للجائزة انت رح تستلمها مثل ما حكينا، بالنسبة للجائزة رح تستلمها بعد انتهاء جميع التحديات وانتهاء البطولة بشكل كامل لـ30 يوم، يعني بعد بشهر كامل من انتهاء هاي البطولة لا تحصل الفي بوكس تبعك وتاخده وتصير معك بالجيب. البطولة رح تنتهي بعد 4 أيام و8 ساعات و5 دقائق، رح تنتهي البطولة بعد 4 أيام، فخليك جاهز وعم تلعب ومظبط نفسك مشان تقدر تفوت وتشارك بهي البطولة. هاي بالنسبة للبطولة شرحنا كل شيء عنها، ولو حابب تفوت على الديسكورد وتشوف وتساعدك أنا بأي شيء بدك إياه، وتكتب لي إذا وقف معك أي شيء أو علق معك أي شيء، بساعدك أكتر وأكتر على الديسكورد وعلى البث المباشر على الفيسبوك، نفس اسم القناة نيمو 3 أو، بتلاقيني على الفيسبوك دائما بس مباشر قبل الأيتم شوب أو بعد الأيتم شوب. كود دعم بالأيتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله.